دار بين الطريق وخاسرين الفلوس وخاسرين فلوس على باش جمعنا اوراقاتنا وباش مشينا لإدارات الشركات اللي خدمنا معاهم هذه 20 عام درنا عليهم باش نجيبوا الشواهد ديالنا. ملي جينا لقينا السلطات هنا قال لك هذا مكتب غير قانوني ولا ما كاين والو سيروا بحالكم. عطيتهم شي فلوس؟ لا ما عطيتهم فلوس حنا، لا نعطيوش الفلوس اسرائيل ونمشيو نخدموا على روسنا. اللي عنده شي حرفه تيمشي تيخدم بها بروجي في اسرائيل، هادشي تنعرفو حنا. تنخافو حنا من الله الوطن الملك، ما يمكنش حنا مغاربه وعندنا الملك ديالنا وغنمشيو لشي بلاد ونخافو. حنا فايد تنتغربوا شحال من عام تنتغربوا تنصروا الله الوطن الملك تنعيشوا رجال. باش جينا هنا يعيطوا علينا، جينا دفعنا لهم عيطوا علينا في التليفون، جينا عندهم ملي جينا هنا ما خلوناش ندخل. قال لك لا سيروا في حالاتكم، كون عطونا شي حل زعما سيروا حتى النهار شي نهار يعطينا المهم الوقت. قال لك لا سير في حالاتك. قال لك جي عيطوا علينا استقبلونا مزيان، قال لك جي مرحبا بك، ولكن ملي جينا ما كاينه حتى حاجه. كاين السلطات كاينين قال لك سير في حالاتك، ما سير في حالاتك، كيدافعوا في بنادم سير في حالاتك. راك عارف المخزن كيدفع بنادم مرودة راه. لا ما عرفش على السد، وهادشي اللي ما فهمناش على السد، كون قالوا لينا حنا راه غنمشيو في حالاتنا. وما كيقول لك سير في حالاتك سير في حالاتك، صافي هادشي اللي كيقول. حنا عرفنا علاش راه غنمشيو في حالاتنا. صافي السد قال لك لا سير في حالك، خاصهم يكونوا عطاونا الوقت. ما عندناش مشكل، حنا راه عادي ما لا ما مشيتيش دروك راه غتمشي مرة أخرى. أنت باغي نخدم على راسي أنا صاحبي، راه هنا خدام وما كاين حتى حاجة. خاصنا نخدموا حنا هنايا، حنا خدامين ماشي ما خدامينش، راه خدامين وكاين الفلوس ما كاينش. المصاريف اللي غتكفينا حنا ما كايناش. كندير أنا جلي جرخان. أنا كندير. هنايا كنخدم شاف شانطي هنا في كازا، ولكن المصاريف اللي ما كايناش. وكانت المصاريف أنا ما نمشيش كاع من هاد البلاد. ولكن المصاريف ما كافياش الوقت. وكانت كافية الوقت راه نبقاو في بلادنا أحسن لينا. ولكن المصاريف اللي ما كاينش. انا جيت اخويا كنشوف لاجونس ساده، ما عرفتش علاش تكون ساده، ما فهمتش واش هادو يعني. ما كاينش شي حاله اللي غادي نصبوا عليكم، ما طالبين منكم والو باش غينصبوا عليك. المهم لقيناها ساده ما فهمناش علاش. حنا ما قدرناش نغادروا البلاد ديالنا، حنا كنا بغينا نحرقوا ولا شي حاجه، كنا شي كاع رمينا راسنا في البحر. ولكن حنا مشينا للاساس فلوس، الاساس خدمه علاش غادي؟ ما غاديش على شي اساس ولا شي حاجه اللي هي خايب. على اساس الظروف، راك عارف حتى الظروف، ما كاينش شي حاجه اللي غتساعدك تبقى في هاد البلاد هادي، ما كاينش. انا كندير تيساج، كندير تشوب، كندير تيساج زرابي وكنصيبوش. المهم هما كيقول لك ما طالبينش منك ما الصنعه، ولا طالبين منك الحرفه، هما طالبين منك غير شي وريقات اللي تجيب لهم. هما الحرفه كيقول لك شنو الحرفه اللي باغي دير انت، واش باغي دير الحرفه، باغي دير عساس يعني بلا ما عندك الصنعه لا والو. كيقول لك الصالير 2 مليون، عندك الصنعه وعندك شي حاجه كدير كتبني كدير شي حوايج يعني، طالب منك 2.5 3 مليون على حساب صالير ما محددينوش لكم. جيت عندهم قبل هضرت معاهم يعني، جيت مع الدري قال لي نشوفوا نسولهم شنو كاين يعني، شنو شاي طلبوا لينا، حيت انا ورقه العمل ما عنديش يعني. نشوفوا شاي طلبوا لينا واش كاين شي حل غيديروا، ما كاينش. حنا دابا حنا كنتواجد معنا، راه هما دابا سادين حابسين ما عرفناش علاش اكزاكت، ما عرفناش علاش وبغينا نعرفوا علاش.